العمر مجرد رقم ما بتوقف عنده، والأصل كل ما تحقق حلم نقول يلا اللي بعده، والبني آدم هو بساوي ساعده، وكلام الناس كتير يعني ما عند كل كلمة بتوقف، وأصلا إيش ما عملت راي يطلع لك واحد يتأفف. ما راي أطول عليكم لأحكي لكم الصاير معي، الحقوني. في حديث بيني وبين رفيق إلي، الله يصلحه ويهديه، بس قولوا آمين. بركة بوجة، قال إشو؟ ما ضل في هالعمر أكتر من اللي راح، وبعد الكبرة جبة حمرة. إني أنا بدي أعرف هالناس شلون بتفكر، ومن اللي سمح لحاله يقسم مراحل حياتنا على موجب العمر، ومن اللي حكم إن اللي بتقدمه في السن لازم يعدوا الأيام تيجي وقت الموت ويسترقلوا من هالدنيا. مين؟ مين؟ كل هالحكي لأن قلت له عندي طموح أقدم شي جديد للناس من خلال إضافة شي لحياتهم، نصيحة، خدمة، لك فكرة، إيش من كان، المهم أعطي وأحقق إنجاز فوق إنجازاتي الماضية وأكمل في سلم التطور. من الآخر يعني أكمل في رحلة الطموح. استغرب الأخ وما عجبه الكلام. روس طفل، أنت اختيار كركم، إيش أسوي لك؟ أنا لسه قلبي شباب عمو، وحيسس روحي مليانة إنرجي، فول إنرجي يعني. جكر في السعلة. صدقوني العمر مجرد رقم رياضي، وما هو حكم على البني آدم أنه انتهى أو ما ظل عنده شي يعطيه. أصلاً الحياة بتنقاس بإشو أضفت وقدمت، ما هو مش قد عشت. عمركن سمعتوا بحدا خلدوا التاريخ لأنه عاش مدري كم سنة؟ التاريخ بسجل إش عمل الإنسان في حياته، سواء في بدايته أو نصه أو حتى إن شاء الله في آخرة، ما هو فرق قيمت، المهم إش عملت. ما هو المهم إش قد عشت، المهم إش كان في عندك طموح وإش حققت منه. حياة البني آدم مننا بتوقف لما منوقف نحلم، لما يبطل عنا شفغ، قصدي شغف، لما نبطل نتعلم ونعلم، نتأثر ونأثر، لما نصير مثل أي شيء قديم وما له قيمة في زاوية بيت أي حدا فينا، وقتها بس بتوقف حياة البني آدم وبتحول لميت عمال يتنفس وبس. العمولو ما قطني الله، وين الجوال؟ هات علي الطربوش لأعمل لك بلوك ثلاثي الأبعاد. وينو أبو جن؟ ها ها ها، خلصني منك. أنا في وقت بدي الناس تشدني لقدام، مو تقتلني وتسحبني لورا. على فكرة كل واحد فينا بحاجة كل فترة لهيك شي، فلترة المحيط يعني. هو بقولوا جاور السعيد بتسعد، وأنا بقولكن رافق الطموح بتبقى حي. وأوعى تخاف من الفكرة لما بتلمع في راسك، أساساً ما لمعت الفكرة في راسك إلا لأنها ممكنة وبتقدر تعملها. عليك بس انك تآمن في نفسك وتمشي وراء احساسك، اللي لو كل الدنيا حواليك غشتك احساسك ابدا ما بغشك. وصدقوني هالحكي عن تجربة، وخدوه من هالشيبة هي بتغنمه. الطموح حياة، والايمان مفتاحة، وانتو لسالكن عمال تحلموا وعنكن طموح ناويين تحققوه، ولا ايش رأيكن؟ مي حرزاني كل هالعيشة إذا ما كنت بتطمح أكتر. مين اللي قالك بطل تحلم وباب الأمل عليك تسكر؟ كبرة وبعدها جبة حمرة،
قالوها حتى تتدمر مثل القصب السكركون، كل ما بكبر بحلى أكتر.